جنازته محمول طلع يا ولي من الخدر غماته شافن علي مرمي ويجر حسراته ومن الطبر ما تنحصي اجراحاته. اخر بيت اقوله قبلها احكي لكم عنه سالفه. يقول ابن نصار راى الحسين بعالم الرؤيا قال له ابن نصار اليوم حكيت بيت كنا نبكي به العائله المحمديه شنو هذا البيت؟ قال حكيت على لساني على وليدي علي الاكبر حافظين اقروا وياي ونختمه. يا بويا من سمع يمك ونيناك ومن شبحت لعند الموت عيناك للعشرين ما وصلك يا حسين ويمصار.